الكولونيل معتز حميد القائد الجهوي لمراكش اسلم. كما تتعرفوا اليوم تتحتفل الوقاية المدنية باليوم اليوم العالمي للوقاية المدنية اللي جا في هذه السنة تحت شعار التقنيات المبتكرة في خدمة الوقاية المدنية. فهذا اليوم هو فرصة لنا لنا جميع أننا نستقبل المواطنين في سكننا ونحسوهم على الأخطار اللي تتدخل. فحكم التدخلات ديالنا اللي تنقوموا بها يعني بشكل يعني يومي اننا تنصادفوا بعض الحالات لان المواطن انه يقدر يتلافى بعض الاحداث او الحوادث، وهذا يعني تتكون عندنا فرصه اننا نستقبلوا يعني المواطنين والاطفال والمدارس. وهنا يعني كاينين يعني ضباط وأطر ديال الوقاية المدنية اللي مسخرة أنها تسمع المواطن وأنها تعطيه جميع يعني الأجوبة على الأسئلة ديالهم في ميدان يعني الإسعاف وميدان. وحنا حنا في هذا اليوم هي فرصة لنا كذلك باش نرسخوا هذه الثقافة ديال الأخطار، ثقافة الأخطار اللي بغينا أنه يعني لا في المنزل لا في الشارع لا في اماكن العمل ان يكون المواطن واعي بالدور ديالو، واعي الى وقع لا قدر الله وقع واحد الحادث انه يعرف كيفاش يتصرف، لانه بعض الاحيان يعني نقدروا نتسائلوا هذاك المواطن الى ما كانش عارف واحد الساعات يقول لو كنت اعرف كيف اتصرف. وهذه فرصه انه يجي لتكنا في يوم مارس لابواب مفتوحه للمواطن انه ياخذ هذه المعلومات اللي غادي تقدر تحميه وتحمي العائلات ديالته.